لا شك أن إذا كان هذا هو الحكم وهو التحريم، فكل من ساعد أو كل من عاون أو كل من سهل أو يعني سهل أي عملية في هذه العمليات، صحيح، كل هؤلاء هم مجموعة واحدة يشملهم هذا الحكم. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما دام أننا حكمنا على هذا العمل بأنه إثم وأنه عدوان وأنه ظلم للنفس وللغير وأنه ذنب من الذنوب، فكل من يشارك في هذا الأمر فهو شريك للمهرب والمستفيد في هذا الإثم. بل الأمر يتعدى إلى أكثر من ذلك، كل من يسكت، كل من يرى هذه المجموعات، هذه المظاهر، من يعرف أماكن تجمع هؤلاء المهاجرين، من يعرف الأماكن التي ينطلق منها هؤلاء المهاجرون، من يعلم من وراءهم، من يعلم أو من يساعدهم في تحويلات الأموال، كل من يساعد، كل من يسكت عن هؤلاء لا شك أنه شريك لهم في الإثم، يلحقه إثم من تضرر من هذه الهجرة ويطبق عليه أو ينزل عليه الحكم المذكور في هذه الفتوى.